قررنا في المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية أن ننظم هذه الوقفة الإنسانية التي نعتبرها وقفة إنسانية بامتياز قبل كل شيء أمام مقر وزارة الصحة، لنتضامن أولا مع مرضى السرطان الخبيث، ونطالب الوزارة بمجانية العلاج لهذا المرضى ألا وهو مرضى السرطان. وسنطالب وزير الصحة في الأيام القليلة المقبلة بلقاء لنوفيه بمطلبنا المشروع، وإن لم يستجب لهذه المطالب المشروعة سنقوم بوقفات احتجاجية أخرى في الأقاليم وجهات المملكة. هذه الوقفة التي دعت إليها منظمة الشبيبة الاستقلالية بعمق إنساني نبيل، تطالب حكومة بالعناية بمرضى السرطان، وندعو الحكومة من هذا الاحتجاج شبابي النبيل التجاوب مع هذه المطالب العادلة والمشروعة، لأن هذه المطالب وهذه الحقوق كفلها الدستور، على الحكومة أن تضمنها لجميع المواطنين والمواطنات.